كلمه ايه ناخد ثانيه سنه اولى حساب رياضيات ولا حساب يعني ايه حساب يعني رياضيات يوم في يوم ها اقول ها الارقام الارقام زي ايه لآيات معينة برافو عليكم بناخد ايه تانية سنة أولى؟ خلاص خدنا عربي وخدنا رياضة وخدنا انجليزي خدنا تربية دينية التربية الدينية فيها كده لا زي ايه؟ أنا عارف ايه؟ بس ثانية واحدة قولي يا حبيبي اسمك ايه؟ يلا يا إياد قولي حروف الإيه؟ برافو وسقفوا لي يا اولاد سواء اسلاميه او ايه؟ مسيحيه صح ولا لا؟ القران والانجيل برافو عليكم خلاص السنه الاولى يبقى هنبتدي العام الدراسي الثاني بجد واجتهاد ان شاء الله خلاص متفقين لغايه ما تخلص السنه وبعد كده ايه؟ نكون ايه خلصنا العام الدراسي ان شاء الله ويجي رمضان وكل سنه وانتم طيبين أنا السيدة زينب حسن حسين عقل مدير مدرسة سيدي الاتفاوي الابتدائية اللي بيها رياض أطفال أيضا السنة دي إن شاء الله أو الترم ده هنبتدي من يوم 12 بإذن الله بتمنى إن لأولادنا المستقبل الجميل الباهر وأتمنى إن هم يبتدوا العام الدراسي بجد واجتهاد طبعا إحنا استعدنا للترم الثاني والفصل الدراسي الثاني استلمنا الكتب والحمد لله وإن شاء الله النهاردة هنسلمها للولاد عدينا الجداول بتاعتنا وضعنا عندنا يوم رياضي لكل فرقة في الصفوف الرابع والخامس والسادس في عندنا طبعا حصص المشاهدة من خلال اليوم الرياضي الأنشطة المدرسية إن شاء الله مستعدين بيها على أكمل وجه للفصل الدراسي الثاني وطبعا إن شاء الله بيتخلل الترم الثاني أو الفصل الدراسي الثاني امتحانين وتقييمات للفصل الرابع والخامس والسادس إن شاء الله احنا طبعا شايفين في فرحة وسط في أعين الطلاب كده مع بداية الفصل الدراسي الثاني دي بقى اللي هو معتادة ولا بالفعل الولاد الحمد لله في تجاوب وفي محبة بينهم وبين مدرسينهم وبيحبوا الدراسة الحمد لله وطبعا النهاردة أنا شايفة إن الولاد جايين متألقين ومستريحين والحمد لله ومستعدين ان شاء الله للفصل الدراسي الثاني. كان لينا جوله برضو في الفصول شفنا انه مع بدايه اللحظه الاولى في اللي هو شايفين انه العمل بجد وان هو من بالفعل انا تفقدت المدرسه النهارده ابتدينا بالطابور والاذاعه المدرسيه والحمد لله بعد كده تطرقنا زي ما حضرتك شفت لحصص المشاهده من اول حصه ومن اول دقيقه ومن اول يوم ابتدينا بحصص المشاهده واليوم الرياضي شغال على اكمل وجه الحمد لله. شكراً.